عندنا حالات بيجي المريض بيقول له والله بدك تحاول اسحب قوس السني برجع تنهضه للدهليز كثير صعب، او بيروح بيركب تقويم ثابت او متحرك. بدأت اليوم في مديرية صحة إدلب فعاليات المؤتمر العلمي الأول لطب الأسنان. طبعا الغاية الرئيسية من هذا المؤتمر هي إثراء الجانب العلمي والأكاديمي لدى أطباء الأسنان، مما ينعكس إيجابا على الممارسة الطبية. كان عدد من المحاضرات، أهمها محاضرة في المعالج اللبي، تلتها محاضرة في التعويضات السنية الثابتة، ثم محاضرة في المعالج التقويمي، ومحاضرة في جراحة الفم والفكين. عدد الحضور كان تقريبا 100 طبيب من مختلف مناطق محافظة إدلب، بالإضافة للشمال السوري المحرر. جراحة كثير كبير، وحاولنا نعزله من الصف الزقني، ونحن رجعاني لورا. هو الولد كان طفل عمره 12 سنة، فحبينا انه ما يفقد الاحساس الشفي السفلي، ولكن كان الامر غير تام. هاي وثبي كثير مهمه انه انا استثمرها. محاضرتي كانت ضمن الاختصاص اللي هو الاندودونتيك. في لدي اليوم محاضرتان، واحده متخصصه بتحديد الذروه، جهاز تحديد الذروه الالكتروني الابيكس لوكيتور، وكيفيه التعامل معه وتحديد الطول العامل لهذا ضمن الاختصاص. والمحاضره التي اعطيت في الجلسه الاولى بعد الافتتاح هي محاضرة متخصصة بمفاتيح نجاح المعالجة اللبية عند أطباء الأسنان، وما يعاني منه أطباء الأسنان، وحلول هذه المشاكل لرفع سوية عمل طبيب الأسنان الممارس في عيادته، مما ينعكس بشكل طبيعي على صحة المرضى وخدمة مراجعي عيادات الأسنان عموما. في كابسول اللي إذا تجاوزناها، وفي عندي هون عظم السمسمي، معناته هون تجاوز مرحلة بروز، مرحلة النمو. هلا هون في عندي ازدحام وفي نمو أمامي، نمو أمامي أو دوران أمامي. خطأ كثير إنه أعمل قلق، لاحظوا إنه هون ما عملنا قلق أبدا. بالنسبة للفك العلوي